جامع الحاكم بأمر الله جوهرة إسلامية في سماء قاهرة المعز، كعقد تتناثر حباته دررا في أحضان قاهرة الألف مئذنة. لا يزال شارع المعز يبهرنا بتحفه المعمارية البديعة التي تعكس وجه الحضارة الإسلامية بهندستها وطرازها الفريد. يقابلك في نهاية جولتك بالشارع الذي ينتهي بباب الفتوح جامع الحاكم بأمر الله، ثاني أشهر المساجد الجامعة التي تم تشييدها في مصر الفاطمية بتصميمه الراقي واحتوائه على أكبر صحن مسجد في مصر، حيث تبلغ مساحته 5330 مترا مربعا تقريبا. الجامع لم يكن مجرد مكان للصلاة، بل أصبح دارا للعلم بعد سماح الحاكم بأمر الله لعلماء الأزهر بالتدريس والالتحاق به، ليصبح الجامعة الرابعة في مصر بعد جامع عمرو بن العاص وجامع أحمد بن طولون وجامع الأزهر. هدوء عجيب يغمرك بمجرد دخول الجامع الذي يترامى أمام نظريك في مساحة شاسعة تبلغ 16200 متر مربع تقريبا. هذا البراح الذي يصعد بروحانياتك إلى السماء في سمو صوفي. لم يكن الخليفة الحاكم بأمر الله هو المؤسس الأصلي للجامع، فالذي بدأ تشييده ثاني خلفاء الفاطميين في مصر العزيز بالله في عام 380 من الهجرة، ثم استكمل المسيرة ابنه الحاكم بأمر الله، واستغرق بناء المسجد حوالي 22 عاما وسمي تيمنا باسمه. يتبع الجامع في بنائه نظام الأروقة والصحن المكشوف، ويعتبر الصحن الداخلي للجامع من أكبر الصحون الداخلية الموجودة في مصر من حيث المساحة، وهو مكسو بالرخام الأبيض يتوسطه فسقية رخامية فريدة. ويوجد في أركان المسجد الجنوبية حوض صغير للوضوء. يضم الجامع 4 أروقة، أكبرها الرواق الشمالي الذي يحوي المحرابين القديم والجديد والمنبر الخشبي، وللمسجد 3 قباب أعلى الرواق، ويبلغ عدد مداخله الأصلية 9 مداخل تحيط بجميع أركانه. ويستخدم الآن فقط المدخل الذي يطل على شارع المعز. وللجامع مئذنتان متوسطتا الطول مبنيتان من الحجر، تقعان على أطرافه من الخارج عند بابه الرئيسي. تتميز عمارة الجامع بالكتابات الكوفية أعلى جدران المسجد، والتي تحيط بسقفه كسوار أنيق موشى بالأبجدية، كما يحتوي على شبابيك مفرغة برسومات وأشكال هندسية لا تزال تحتفظ بروعة وجمال الخط الكوفي، لتسمح بدخول أشعة الشمس داخل المسجد في رقصة صوفية ملونة. بينما يتميز بمدخله الذي يشبه مدخل القلاع والحصون، فهو عبارة عن بناء حجري مزدان بنقوش وكتابات بالخط الكوفي، وتغير الشكل الحالي للجامع كثيرا عما كان عليه، حيث لم يكن عند إنشائه داخل حدود القاهرة الفاطمية إلى أن قام بدر الجمالي في عهد الخليفة المستنصر بإدخاله في حدود المدينة من خلال إقامة السور الشمالي لها الذي يقع بين بابي النصر والفتوح. في عهد الرئيس السادات تقدمت طائفة البهرة الشيعية بطلب إلى الحكومة المصرية لترميم وإعادة تهيئة الجامع بجهودهم الذاتية لمكانة الحاكم بأمر الله لديهم، لكن أعمال الترميم لم تتناسب مع طابعه المعماري الإسلامي العتيق، وهو ما يظهر جليا داخل أروقة الجامع الذي لوثت جماله أعمال محارة وكهرباء. ولم يتم المساس إطلاقا بعمارة المئذنتين سواء بالترميم أو التطوير، وتركتا على حالهما منذ أكثر من 10 قرون. ويعد جامع الحاكم بأمر الله مرآة وشاهدا على عصور تاريخية ممتدة، بدءا بدولة الفاطميين مرورا بالمماليك حتى عصر أسرة محمد علي وحتى تأسيس الجمهورية، وشارك في تجديده وإصلاحه وترميمه ملوك مصر وحكامها وأعينها منذ عهد الحاكم بأمر الله
وحتى سبعينيات القرن العشرين.